المرحوم الوالد طبعا ابتلي يعني مرض السرطان كما تعرفون، وبقى يعالج 30 شهرا في طهران، والمدة طويلة طبعا. والإنسان يمكن إذا أقرب الناس إلى أخوه يكون مريض لهكذا مدة، يمكن بداية المرض واحد يزوره يوم يومين ثلاثة، بعدين يصير كل أسبوع، بعدين يصير كل أسبوعين، ولكن يمكن القول من يوم مرض المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم إلى يوم وفاته في كل يوم كان الشهيد سليماني موجود في طهران كان يزوره يوميا، وأحيانا في اليوم الواحد أكثر من مرة. والزيارة ليس لإسقاط واجب، يعني الوالد كان يرجوه أن لا يأتي، يقول أنا أعرف حجم مشاغلك، فما الداعي أن تأتي ويعني تزحم نفسك وتعرفون طهران المدينة الكبيرة المزدحمة، التنقل من مكان إلى آخر يحتاج وقت. لا، حين كان الوالد في المستشفى يأتي يصرف ساعة مثلا من الوقت، يجلس مع الطبيب، يجلس مع الكادر الطبي، يسأل معه كذا، يدخل في التفاصيل، وعاجل يعني مو فقط هيك جاي يسلم ويروح مثلا. هذه الحالة قد لا تكون مختصة بالمرحوم الوالد يعني، ولا أعتقد أن هي ترتبط بمهمته يعني بشكل من الأشكال، ولا يوجد توقع من شخص بحجم الشهيد سليماني يعني مشاغله أن يقوم بهذه المهمة، لكن هي تعطي صورة عن البعد الإنساني في هذا الرجل، يشعب إنسان حقيقة يعني بالعجز أمام وصف هكذا شخصية بهذه الأوصاف والسمات.